مهم قوي الاتحاد خلف الهدف وعدم الاختلاف وعدم إضاعة الفرصة. شكرا جزيلا لفخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي. أهلا بكم من جديد من استوديوهات تلفزيون فلسطين اللي بنشكره على استضافتنا هنا في رام الله. وده كان حوارنا مع الرئيس أبو مازن، ومعي الآن في الاستوديو هنا الدكتور ناصر القدوة، طبعا السياسي الفلسطيني المعروف ووزير الخارجية الأسبق ورئيس مؤسسة ياسر عرفات. دكتور ناصر، أولا أنا سعيدة أن أنا بلتقي بك مرة أخرى. شكرا جزيلا على هذه الفرصة، وخليني أبدأ وأقول لك قد إيه إحنا الفلسطينيين سعداء إنك تكوني معنا اليوم في فلسطين. شكرا. في هذا الاستوديو أنت والوفد الإعلامي. شكرا. وغدا إن شاء الله الوفد الأمني ووجود السيد الوزير معنا. هذا كله حقيقة مثل آخر على جهود مصر اللي بنحبها، مصر الكبيرة اللي ما بخلت أبدا على الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله الجهود المباركة الحالية تنتج أشياء جميلة وأشياء إيجابية، وكله بطبيعة الحال بتوجيهات الرئيس السيسي. فأهلا وسهلا فيك أيضا. أشكرك. في بلدك فلسطين. أشكرك يا بلدي طبعا. خليني أبدأ بسؤالك، يعني كيف، وده سؤال سألته لأبو مازن في بداية الحوار، إيه المختلف بين هذه المصالحة ومحاولات مصالحات أخرى لم تنجح؟ ليه عندكم أمل وناس كتير عندها أمل أن هذه المصالحة قد تكون المصالحة بالألف واللام؟ أظن أن الشروط الإقليمية مختلفة الآن. أولا الدور الذي تلعبه مصر بطبيعة الحال أكثر فعالية، أكثر قوة، أكثر قدرة. واضح تماما أن مصر تستعيد كامل دورها الإقليمي القيادي الذي لعبته طوال سنوات طويلة جدا. الظروف التي يعيش فيها بعض حلفاء حماس في السابق، الظروف قطر، خلينا نسمي الأمور بأسمائها، يعني قطر، تركيا، غيرها، هناك اختلاف في الشروط الموضوعية في الوضع الإقليمي القائم. والدور المصري أيضا يقود إلى برضو نوع من أنواع الاختلاف في الوضع الدولي، في الموقف الدولي، في الموقف الإسرائيلي، ربما في الموقف الأمريكي. إذن في هذا 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 الاختلاف. أيضا هناك من وجهة نظري ما يمكن تسميته أزمة الحكم التي مرت بها حماس. في حقيقة الأمر حماس لم تنجح في تجربتها في حكم قطاع غزة، ولم توفر للشعب الفلسطيني حتى الحد الأدنى من إمكانيات الحياة الكريمة. هناك إذن ظروف إقليمية مختلفة، موضوعيا الوضع مختلف، وهناك أزمة حكم، لم يعد هناك الكثير من الخيارات الاستراتيجية. لكن إحنا نفضل دائما أن ننظر بشكل إيجابي للأشياء. خلينا نقول أن هناك الآن رغبة حقيقية لدى حماس في إعلاء شأن المصلحة الوطنية، وهذا أمر مرحب به، ونحن بطبيعة الحال علينا أن نلعب دورنا في هذا المجال. بصراحة وأنت وزير خارجية أسبق وأنت سياسي مخضرم، يعني أنت رجل يعني لقرابتك من أبو عمار وسنوات طويلة من النضال، ترى أن هذه رغبة حقيقية من حماس أم رغبة تكتيكية؟ لا، هي ما أظنش تكتيكية، لكن مش بالضرورة تكون رغبة، ممكن الواحد يكون مضطر. بس المهم أن يكون في صدق في هذا التوجه الجديد. وأنا أعتقد أنه أي تقييم موضوعي من قبل حماس لوضعها ولوضع القطاع ولوضع الإقليم يجب أن يقود إلى الاستنتاج المنطقي، أنه والله لازم نغير ولازم نستعيد الوحدة ولازم أنه كل الوضع في قطاع غزة يصبح يعني على شاكلة أخرى. لكن الترابيزة زي ما بنقول عليها ملفات كتيرة. تمام. وملفات معقدة. تمام. لنبدأها مثلا بالموظفين، وقضية الموظفين دي قضية يمكن تهم الشعب الفلسطيني بشكل أساسي، لأنهم عشرات الألاف. لو نشرح للناس أنه لما انسحبت حكومة السلطة يعني من غزة، عينت حماس عشرات الأمكان، كام، 40,000 تقريبا من لا أقل. أنا أعتقد أنه طبعا في عدد مدني وفي عدد أمني. الأمني المدني تم بحثه في القاهرة وفي الاتفاق الذي عقد في 2011. العسكري ربما ليس بنفس الدرجة، بس في أعداد كبيرة قد تصل ربما إلى 35,000 أو 40,000. هنعمل إيه في الناس دي؟
والله لازم شوف، يعني أنا لا أعتقد أنه يستطيع أي طرف فلسطيني أن يتخلى عن أي مواطن فلسطيني، لكن من يبقى في الوظيفة العمومية، من يكون جزء من الحكومة ومن العمل الحكومي وعلى أي أساس وكيفية القيام بذلك، هذه مسائل هي بالضبط التي يجب البحث فيها، ويجب يعني التوصل بشأنها إلى تفاصيل مرضية لكل الأطراف. هناك بالفعل اتفاق القاهرة، اتفاق 2011، بس هذا الاتفاق يحتاج إلى مزيد من التفاصيل، مزيد من اللحم، كيف ننفذ ما ورد في اتفاق القاهرة حول الموظفين. احنا بنرجع تاني لاتفاق 2014 صح؟ 2014 عفوا مش بالزبط. 2011 نعم، كيف ننفذ اتفاق 2014؟ نحن يعني علينا أن نتمسك به، علينا أن نستفيد منه، لكن بطبيعة الحال يحتاج الأمر إلى مزيد من الجهد، مزيد من العمل، حتى نتوصل إلى تفاصيل تمكننا من تنفيذ هذا الاتفاق، مثلا فيما يتعلق بالموظفين. بالآخر ما نريد تحقيقه كما قال الرئيس أبو مازن، أنه نحن نريد تمكين الحكومة من عملها بشكل كامل. يجب أن يختلف الوضع في القطاع، حماس يجب أن تتخلى عن سيطرتها على قطاع غزة بوضوح شديد، بالمقابل يجب أن يكون لدينا استعداد لشراكة حقيقية وكاملة على كافة الأصعدة والمستويات. هل تتوقع أن تتخلى حماس عن سيطرتها على قطاع غزة؟ يعني المراكز الأمنية في الداخل، المعابر، ولا هيكون في مثلا أمن رئاسة في نقاط وأمن حماس في نقاط أخرى؟ وأظن أن حماس قالت في عدد من التصريحات أن السلاح غير مطروح على الإطلاق للنقاش، سواء بالنسبة لحماس أو بالنسبة للفصائل الأخرى، وده عكس كلام أبو مازن الحقيقة. لا، الحقيقة مش بالعكس تماما. أولا يجب أن نفرق بين أمرين، في السلاح الذي بيد قوى الأمن الداخلي وبيد الشرطة وبيد يعني هذه الأجهزة المختلفة، هذا لا نقاش أنه يجب أن يخضع خضوعا تاما للحكومة، يجب أن تعادل هيكلة كما ورد في اتفاق القاهرة 2014، يجب أن تشكل ربما أجهزة جديدة مثل حرس الرئيس تتمكن من القيام بمهام معينة بما في ذلك المعابر إلى آخره إلى آخره، هذا لا نقاش بشأنه. موضوع الثاني هو موضوع ما يسمى بسلاح المقاومة أو ما يسمى بسلاح بعض التنظيمات الفلسطينية، هذا أمر أيضا يجب أن يناقش، لا شيء خارج طاولة النقاش، لكن المطلوب هنا هو البحث عن صياغات محترمة جدية تمكن كل الأطراف من أن تكون هناك تجربة حكم سليمة، ما يكونش في تكرار لتجربة مثلا في لبنان الحبيب والشقيق، لكن في نفس الوقت مش مضطرين إحنا نخطو خطوات مفاجئة ولا سريعة، هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، وفي جزء منه يجب أن يرتبط بالحل النهائي وشو اللي بده يصير مع إسرائيل. يعني أنا كمان ما بدي أعمل أشياء يمكن أو يجب أن تكون جزء من تفاوضات قادمة مع الجانب الإسرائيلي بشأن الدولة الفلسطينية المستقل. أبو مازن قال إنه هو لا يسمح ولن يسمح لأي دولة أخرى بالتدخل في الشأن الفلسطيني إلا مصر، واعتبر أن مصر والرعاية المصرية هي الرعاية الأهم. لكن الحقيقة أنه كان في محاولات أخرى مثلا مع قطر، مع دول أخرى، مع تركيا، أنها تكون راعي لهذه المفاوضات أو لهذه المصالحة. أنتوا شايفين الفرق إزاي؟ يعني مصر كان لديها مشاكل في وقت معين، لكن كان في اجتماع في الدوحة وكلمني عنه أبو مازن الحقيقة، لكن انتوا شايفين الفرق ازاي بين الرعاية المصرية وبين دول اخرى كثيرة حاولت ان تتدخل في الشأن الفلسطيني لإحداث هذه المصالحة؟ نعم، اولا خلينا اقول انه مسألة الحساسية الفلسطينية التي قد تكون مفرطة تجاه استقلالية القرار الفلسطيني، هذا امر موجود وهو موجود من زمان، بس موجودة في كل البلاد على فكرة، يعني مفيش بلد بتقبل ان حد يتدخل 100%. لا، احنا يمكن زيادة شوية، وهذه امور يعني ترسخت في الوعي الفلسطيني، لا نريد تدخل خارجي. قصة مصر قصة اخرى، وهذه حقيقة قصة اخرى، على المستوى الانساني، على المستوى الشخصي، على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي، نحن لا نرى في مصر أي تهديد للمصالح الوطنية الفلسطينية، بالعكس نحن نرى أن مصر حريصة على المصالح الفلسطينية، وربما حريصة بشكل خاص على مسألة إنجاز الاستقلال الوطني الفلسطيني في دولة فلسطين على حدود 1967. مصر نحن يعني نعتقد أنه بترى أن وجود هذه الدولة
مصلحة أمنية ومصلحة طبعا قومية لها. وبالتالي نمط العلاقة التاريخي، احنا بنحكي عن 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 تاريخ قديم، بنحكي عن عبد الناصر، وبنحكي عن السادات، وبنحكي عن فدائيين 56، وبنحكي يعني في متحف ياسر عرفات إذا روحتي وتجولتي دون أن نصنع أي شيء، كل شوية في المتحف في المسار الفلسطيني في الرحلة الفلسطينية يبرز الدور المصري ويبرز الأبطال المصريين ويبرز قيادات مصريين، ففي في ترابط في هذا الموضوع. إذا نحن لا نشعر بأي تهديد قادم من مصر، بالعكس نحن نشعر بالأمان ونشعر أن مصر تقدم فقط الدعم والمساعدة وتحاول دفع باتجاه تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية. الدول العربية الأخرى تدعمنا، شكرا لهم جميعا، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا. لا، في الدول العربية الأخرى، في دول بتدعم السلطة وفي دول بتدعم حماس. أوكي. يعني على حاولت، خلينا نقول بعض الدول الأخرى عملت بعض الجهود في هذا المجال، أنه مع حماس أنه حوار كذا إلى آخره، اجتماعات ما كانش في عنده مانع من حيث المبدأ فيما يتعلق بأي جهد يبذل من أي طرف عربي أو حتى غير عربي، ولكن دون أن يتحول هذا الجهد إلى موضوع رعاية عملية المصالحة، هذا موضوع آخر. رعاية عملية المصالحة هذا أمر مناط بمصر ونحن نريده أن يستمر ونحن نلتزم بهذا. حاول أي دولة عربية أو غير عربية أنه تعمل بعض الجهد، يا سيدي أهلا وسهلا، خلينا نشوف، إذا تجاوزت خط معين بنقول لا اسمحوا لنا، إحنا ناس بدنا قرارنا الفلسطيني المستقل. ما هو السؤال برضو يعني يجب أن نحتكم العقل، هل حماس ستتخلى عن حلفائها القدامى الذين سندوها لسنوات طويلة، قطر، إيران، تركيا، هل يمكن أنها تتخلى عن هؤلاء؟ شوفي، تغيرت الأمور، تغير الظرف الموضوعي. أولا أهم تغيير حصل هو التغيير اللي حصل في مصر، وهذا التغيير نهائي وقطعي، لن تعود الأمور إلى الوراء في مصر، وحماس بطبيعة الحال تفهم هذا. تغيرت ظروف حلفاء حماس التقليديين وأصبحوا ربما في أوضاع لا تمكنهم من القيام بأدوار تقليدية كما كان عليه الحال في في السابق. بناء عليه مسألة التغيير في الموقف مش مسألة اختيارية، التغيير في الموقف مسألة موضوعية يفرضها الظرف الإقليمي ويفرضها فشل تجربة الحكم لحماس، ونأمل أن تكون مدفوعة أيضا برغبة في المحافظة على المصالح الوطنية الفلسطينية، على فتح أيضا أو على السلطة مسؤوليات تجاه قطاع غزة. قطاع غزة اقتصاديا وضعه منهار، المواطن الفلسطيني زي ما قلت لأبو مازن بيرزح تحت ظروف غير أدمية، سواء من الخدمات العامة أو البطالة أو يعني والأمراض، عنده مشاكل كتيرة جدا. 2 مليون مواطن فلسطيني في القطاع، كيف ستساعدهم وازاي هتقدروا تجيبوا بقى اموال الدعم غزة اللي هي كانت في المؤتمر او تعهدت بها دول عديدة ولم تنفق نتيجة الانقسام؟ هلا الدول عديدة تعهدت ولم تنفق نتيجة الانقسام ونتيجة ان حماس لم تمكن السلطة من العودة الى اخره الى اخره، بس خلينا اقول لك بالمعنى الفكري، يعني بالمعنى النظري والسياسي. احنا غزة بالنسبة لنا مش جيراننا، يعني غزة وأهلنا هناك جزء أساسي من الشعب الفلسطيني، وبوضوح شديد بدون غزة ما في دولة فلسطينية، ما في دولة فلسطينية بدون غزة، زي ما احنا بنقول ما فيش دولة فلسطينية في غزة. وهون مرة ثانية هناك لقاء استراتيجي مع مصر، لا نريد كيان منفصل في قطاع غزة لأنه هذا سوف يشكل تهديد للأمن القومي العربي وسيتسبب في إنهاء مشروع الاستقلال الوطني الفلسطيني. إذن هذا أولا، مسألة مش خيار. ثانيا، غزة صحيح الآن في وضع سيء جدا، بس بالمعنى الاستراتيجي بصراحة غزة إمكانية كبيرة جدا لتطوير كل الواقع الفلسطيني. غزة هي المنفذ البحري، بينما هنا بيسموها لاند لوكت، يعني المسألة مغلقة. المنفذ البحري، إمكانيات الميناء، إمكانيات المطار، مسألة الغاز، غاز البحر المتوسط يجب أن يكون مهمة جداً شركاء في هذا، وهذا يقود إلى الطاقة، يقود إلى تحلية مياه، يقود إلى مشاريع عملاقة، يقود إلى ربط حقيقي بين القطاع والضفة الغربية إلى آخره. فإذا نحن بنفكر، يجب أن نفكر أيضا بشكل بعيد المدى وكما ذكرت بشكل استراتيجي. إلى حين ذلك واجباتنا يجب أن نقوم بها تجاه شعبنا، هذا لا شك في هذا، وعلينا أن نضغط على المجتمع الدولي لكي
يمضي في تنفيذ وعوده والتزاماته وتعهداته السابقة في هذا المجال. دكتور اسمح لي أن أقاطعك دقائق، لأن معي من القاهرة دكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور يعني أنا النهاردة في رام الله، قل لي المصريين بيبصوا علينا إزاي؟ الناس اللي في مصر بيبصوا على هذا المشهد اللي بتدخل فيه سيارات الحكومة إلى غزة، بترفع فيه صور أبو مازن على مباني غزة، بترفع فيه صور رئيس السيسي أيضا في غزة، يعني قل لي رد فعل الناس العادية بيبصوا إزاي على هذا المشهد؟ إحنا بنعتبره كأهل سياسة يعني مشهد مهم جدا، هل المشهد ده واصل للمواطن العادي اللي وسط مشاكله شايف أن مصر بتحاول تلعب دورها الحقيقي في المنطقة؟ أعتقد أنه إحنا كمصريين عندنا إحساس عام بأنه القضية الفلسطينية كادت أن تختفي من المشهد الإقليمي والعالمي بسبب انشغال أطراف مختلفة بمشاكلها الداخلية، وأعتقد أن إسرائيل كانت في أسعد أحوالها من 2011 حتى الأيام دي، اعتقادا منها أن من وجهة نظرها حماس إرهابية والسلطة الفلسطينية في رام الله ضعيفة ومصر مشغولة وسوريا في حالة انتحار جماعي، فبالنسبة لهم إذا الوطن العربي نفى القضية، فنحن الآن مصر تحديدا ننفخ في روحها من روحنا، يعني إحنا عايزين نعيد هذه القضية مرة أخرى على مائدة النقاش العالمي. الأمين العام المتحدة كان بيتكلم بترحيب إن الفصائل الفلسطينية تجتمع على كلمة سواء. النهاردة في جدل وقلق موجود في داخل إسرائيل بشأن ما الذي سيحدث، هم لديهم أمل أن ما يحدث اليوم يكون شبه ما حدث في 2014 اللي هي اتفاقية الشاطئ، وكان كلام عن إقامة وحدة وطنية وكان في احتفالات كثيرة ساعتها، لكن الدور المصري لم يكن بارزا بالقدر الذي عليه الدور المصري الآن، وبالتالي احنا بنعيد مرة أخرى الاعتبار لهذه القضية، بنحاول أن نغتنم الفرص المختلفة، وأعتقد أن الجهود المصرية إجمالا تقول أنه يعني ده خبر مفيد ان احنا نعرفه، وفي نفس الوقت مزعج لاسرائيل انه مصر عمرها ما تتخلى عن القضيه الفلسطينيه، والانسان المصري العادي لا يتعامل معها باعتبارها قضيه امنيه مصريه فقط فيما يتعلق بسيناء، ولكن هي قضيه كل انسان مصري. افتكر حضرتك كان في مفكر عراقي عربي عروبي اسمه صابع الحشري كان يقول لكل عربي وطنان، مصر ووطنه الاصلي. يعني بالنسبة لنا الفلسطينيون هم جزء مننا، لأننا في النهاية بنحمل هم العرب في كل مكان، ولكن القضية الفلسطينية لنا معها شأن خاص، هي قضية ذات شجون، الوجدان المصري بيتعامل معها باعتبارها قضية دينيا وأخلاقيا وسياسيا واستراتيجيا، هي قضية مصرية بامتياز، والقيادة المصرية فعلت الكثير من قبل وهي الآن تأخذ مرة أخرى بالمبادرة كي لا ينسى العالم القضية الفلسطينية، وأن لا يبدو معها كما لو أن الفلسطينيون قرروا أن يقبلوا بالوضع الراهن الذي هو وضع لا دولة، وضع لا حرب ولا سلم. نحن نقول أننا جميعا بحاجة لأن نصطف، وأن مصر بدأت بنفسها، وعلى الفلسطينيين أن يثبتوا للعالم أن وحدتهم هي القربان الذي يقدمونه، أو الخطوة الأولى التي يقدمونها من أجل أن نبطل حجة من الحجج الإسرائيلية القوية التي تقول أنها لا تجد طرفا فلسطينيا تستطيع أن تتفاوض معه. نحن الآن نقول لإسرائيل وللعالم أن هذه الحجة أصبحت باطلة، وأن الشعب الفلسطيني، يعني نتحدث عن أهلنا في غزة، نسبة البطالة تصل لأكثر من 40% وهي لا تتغير، بالعكس هي تزيد، حالة من الرفض العام في غزة لما آلت إليه الأوضاع، ورغبة في أن يعود أهلنا في غزة إلى فتح الأحداث مرة أخرى، لأنها معاناة بلا مقابل. يعني كل ما حدث من 2006 حينما وصلت حماس إلى السلطة حتى الآن هي معاناة لا مقابل لها، نحن ندفع ثمنا ولكننا في المقابل لا نتلقى عائدا. مصر تقول ببساطة لا بد أن يكون لهذه المعاناة عائد، وأعتقد أن هذا الكم من المجهود يعني المعلن منه قليل جدا، يعني رأس الجبل الغاصب تحت الماء لا يظهر من رأس الجبل إلا يعني قدر قليل للغاية،
انما لا شك انها جهود كثيره ليس فقط بين حماس وفتح، ولكن كل تقريبا الفصائل الفلسطينيه المهمه كان لنا معها اتصالات وبذلنا معها جهدا كبيرا، والامل ان يعرف الفلسطينيون انهم لن ينجحوا في تحقيق اي من اهدافهم الا اذا كانت كلمتهم واحده وسلاحهم ايضا واحدا. نعم، بشكرك شكرا جزيلا من القاهره دكتور معتز بالله عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. يعني سالت ابو مازن عن الترشح للرئاسه، فيعني كعادته قال لا مش عايز، لما نشوف لما حين ياتي وقتها. هل في الاوساط السياسيه الفلسطينيه بتفكروا في الموضوع ده؟ لا، الحقيقه نحن يعني اعتقد انه هذا جزء برضو من ثقافتنا، محدش بيحب يناقش مسائل غيبية في الغيب. إن شاء الله ربنا يطول عمره مش في انتخابات تشريعية ثم انتخابات رئاسية بعد ذلك، بس تيجي القصة بيقولوا عندنا مثل شعبي بيقول بشيز الصبي بنصلي عليه اللي هو يعني إيه لا، هاي المسألة هو اللي يقررها، وهي مسألة جاية، وهي مسألة لا تناقش الآن لأنه كأنه يعني بنقر أو شيء. لا بعد الشر ده يعني ربنا يديله الصحة. بالضبط. اسمك من الأسامي المطروحة؟ ما بقول لك لما يجي الصبي بيصلي على النبي، يعني هاي مسائل بعيده وخاضعه للمجهول. سالت ابو مازن اذا قبلت اسماعيل هنيه ماذا ستقول له؟ واسالك نفس السؤال. يعني انا ما سمعتش بالضبط شو اجابه الرئيس على هذا السؤال، ما سمعتهاش فممكن تقول لي. لكن بطبيعه الحال هنقول له مرحبا بك مره اخرى في حضن الوطن الفلسطيني، واحنا مع بعض سويا ان شاء الله، وان شاء الله بتكون نجحت المصالحه، نجحت استعاده الوحده وهي ربما اهم من المصالحه، اوسع من المصالحه، وعلينا ان نمضي سويا ان شاء الله. واذا قابلت خالد مشعل ماذا ستقول له؟ لا، نفس الكلام. انا اعتقد يعني انه الاخ خالد في السياسة لا عتب، ولكن في السياسة يجب ان نستخلص الدروس ايضا حتى لا نقع في الخطأ مرة اخرى، وحتى عندما نمضي على أساس سليم وصحيح يخدم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. دكتور ناصر القدوة، أنا بشكرك شكرا جزيلا، أتمنى طبعا التوفيق لهذه الخطوة، لأن المرحلة اللي بعدها هي المرحلة الأهم. شكرا لك، وشكرا لإخوتنا المسؤولين في مصر، للوفد الأمني اللي جاي بكرة، للسيد الوزير وللسيد الرئيس أولا وأخيرا، وللشعب المصري الكبير والعظيم والحبيب. يعني احنا نشعر ان احنا اهل طبعاً. طبعا، وحتى رفح دي مقسومة نصين، رفح المصرية ورفح الفلسطينية، فاحنا يعني تقريبا عيلة واحدة. وانا بشكرك شكرا جزيلا، ده كان ضيفنا من الاستوديو على الهواء مباشرة من رام الله الدكتور ناصر القدوة وزير خارجية الاسبق ورئيس مؤسسة ياسر عرفات. نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنقول لكم بقى الاجواء في الشوارع رام الله، ونزلنا بقى للناس نسألهم تفكروا في ايه، بتحلموا بايه، عايزين ايه، المصالحة دي شايفينها ازاي. والحقيقة انه اهم الاجابات سمعتها من النساء، وسمعتها أيضا من رجل مسن لكنه يعشق عبد الناصر. بعد الفاصل. مهم قوي الاتحاد، الخلف، الهدف، وعدم الاختلاف، وعدم إضاعة الفرصة. شكرا جزيلا لفخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي.